متابعي قناة باستارت، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. اقتراب مناسبة عيد الفطر جعلت أغلى مؤثري السوشيال ميديا يستعرضن حلويات العيد. الممثل مروان قروابي علق على هذا الموضوع بطريقته الخاصة. الوغ شوفوا جروب وين يتشارك العليا جروبي ديال المقروط اخدم منا كعيكعات حلوه الطابع اون ساغيت باور ندير لكم لي فوتو. ميرسي على كاع لا فورس اللي كنت مدوها لي. والبارح جات ماكوزين تاع غردايا وجبتنا لا غوسيت تاع القطايف وبدينا القطايف كي نقول لكم دوغ باوند ما خرجتش بكوزينه. انا البارح نسيت نروح طواليت تلمو عندي فيك زين جوغ ما خرجتش بكوزينه نسيت طريق تاع طواليت حتى درت جي بي اس لوكاليزاسيون طواليت. هذه من بين النوع اللي تلقاها في الكوزينه غير يطيب القاطو الدور تاعها تحط حبه كاوكاو وفقط. كي تهضر مري في حياتي ما حننسى النهار اللي جات لاكوزين ديالي جابت لي حبه مقرط قالت لي هاك مروان مقرط انا درتو انا كليت نورمال عضه الاولى يا با بروبليم في العضه الثانيه ونلقى تفر لداخل تفر زرق جبت هكذا قلت شنو دخلت لي عاودي وقلنا لي كابسول تاعي تنحت لي كابسول داخل حبه مقرط ها وشو زعما كابسول لقيتها سوربريز زعما شغل كي دير سوربريز. لكم احلى سلام لاحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناه فعلوا الجرس وانتظروا كل جديد على قناتكم باستارز.